لا بتكلم على يعني على النواحي يعني حتى الصحافه العالميه وده مردودها على على منظومه كره القدم في مصر هتبقى عامله ازاي كمان. يعني احنا بنتكلم على يعني لو اتكلم على مصر فهنا مصر بتنظيمها لكاس العالم دي بتدي رسائل كبيره قوي للعالم الخارجي كله بالدول اوروبا ان احنا يعني سوفر بقينا والسوفر قريبين شويه قريبين حتى من ايفن من التكنولوجي، ودي الحاجات اللي كانت دايما عامله الفوارق اللي بيننا وبين الفرق الاوروبيه ان 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 ان, إن استخدام التكنولوجي والعلم صحيح. مع في الرياضه غير اللي احنا كنا بنشوفه لما يطلع مع فرق بره. اه طبعا بالحته بتاعه الروح ومش عارف ايه وكلام من ده اه ممكن نكسب، لكن طبعا في الاخر خالص دايما العلم بيكسب في الحته دي. أيوه. فعشان كده من ضمن الحاجات اللي حضرتك لسه كنت بتكلم عليها كابتن هاني ان البنيه الاساسيه دي عامل مساعد جدا للناشئين والقطاع وقطاع كره اليد اللي موجود في مصر. كل الكلام دوت البروجريسنج بتاعه على اللونج رون على اللونج على المدى البعيد هيبقى اكتر بكتير وهيبقى احسن بكتير. نفسي كنت تكون البطوله دي تحضرها جماهير لولا طبعا الجائحه اللي احنا عايشينها وبنتعايش فيها طبعًا. للاسف بس كان هيبقى مهم جدا. بس ان شاء الله عندنا 31 منتخب يروجوا لاسم مصر بره ان شاء الله يا رب، ويعني ونخلص من الجائحه ديت على خير.